وصلنا إلى الجزء الخامس عشر بعنوان علي في مراكش. كان والده يفكر في مصير ولده ليل نهار، ويفكر فيما يجره عليه إرساله إلى قرية تاكنتافت من المصائب والمتاعب، زيادة على ما يتلقاه من أمه من تكرار اللوم ورميه بالقساوة وسوء التدبير. وإنه لكذلك إذ أرسل إليه من مراكش ابن بنات عمته يطلب منه أن يرسل إليه عليا ولده ذاك، لأنه لا زال لم يرزق ذرية، ووعده بأنه سيحسن توجيهه وسيعمل جهده لتعليمه. ففرح الأب لهذه البشرى السعيدة التي ستتيح الفرصة لتربية ولده، ولأنه يعتقد أن خيار الناس في المدن وفي الحديث من بدا جفا، وسرعان ما استحسن الفكرة وجاء به إلى مراكش لإحياء صلة الرحم أولا، وليطمئن على ولده ويتعرف على الوسط الذي سيقيم فيه وهو ابن 7 سنين تقريبا. وذات صباح رجع الوالد إلى قريته وعلي في مراكش، ويا حسرة أمه التي عظمت مصيبتها وصارت أشد من التي قبلها، إنها كانت تراه وتضمه وتقبله وتدفن بين جنبيه زفراتها الحارة على رأس كل أسبوع. أما الآن وقد ابتعد عنها وانطوت بينهما الأخبار، فلا تزيد عن دعواتها إليه بالخير والسعادة دبر كل صلاة. وكان ذاك سنة 54 و300 للهجرة، 1354 هجرية، الموافق 33 و900 للميلاد، 1933. وفعلا فقد انضم علي إلى كتاب قرآني قرب الدار يسمى إحضار الكرمة، مكتظ بالتلاميذ المتفاوت الأعمار، ويعلم فيه فقيه نبيه جدي في عنفوان شبابه وهو سيد محمد القرع، ويلقب بأسد وبه يعرف وهو شيخ الصبي الثالث. وكان ذا بركة وكرامة، وكان الأولاد يلتحقون بالكتاب في الصباح الباكر وبعد طلوع الشمس وارتفاعها، يأخذ الطلاب في محو ألواحهم دون استظهار ما كتب فيها ثم يكتبونها، ثم ما تلبث أن تسمع ارتفاع أصوات الدراري، منهم من يقرأ ما في لوحه ومنهم من يدندن، فتختلط الأصوات وترتفع من غير أن تميز صوت هذا من هذا، والشيخ يحملهم على رفع أصواتهم. هكذا دس علي وصف